انت ازاي هتختار البرودكت اللي انت هتشتغل عليه. انت دلوقتي خلاص عرفنا الاساسيات يعني ايه افليت، ان انت وعرفنا التفاصيل بتاعت الاختيار المنتجات، عرفنا الفرق ما بين انت بتاخد ممكن تاخد من ويب سايت اونلاين او تاخد من اي كوميرس او تاخد من ويب سايت هو الاونر بتاع البرودكت. خلاص بقى وانت بتختار البرودكت نفسه بتفكر في اساسيات البرودكت نفسه، انت هتعرف تبيع البرودكت ده ولا لا، هتعرف تشتغل عليه ولا لا، عندك نوليدج ولا لا. يا دكتور فتح محل شوبست ايه الاسرار اصلا بتاعت البرودكت نفسه، البرودكت ده الاسرار بتاعته ايه، هل انت عارف البرودكت ده بيتباع ازاي، عارف تفاصيل استخدامه، عارف التفاصيل بتاعت المنتج نفسه. لما يجي مثلا عميل عنده مشكلة في البرودكت يقول لك انا اشتريت منك البرودكت ده بس عندي فيه مشكلة، هتعرف انت تشتغل على الجزء ده ولا لا. فانت لازم تحدد التفاصيل بتاعت المنتج انت هتعرف تشتغل عليه ولا لا، دي اول حاجة وانت بتختار المنتج. تاني حاجة هتختار المنتج السهل لو انت في البداية، لان انت في البداية ما تروحش تجيب برودكت علشان عليه بروفيت عالي او عليه شغل عالي، ان انت دلوقتي البرودكت ده بيجيب مثلا فلوس كتير او بتاخد عليها او بتاخد عليها بادجت كبير او عمولة كبيرة، فتختار البروجكت او البرودكت نفسه اللي عليه عمولة كبيرة. يعني ما تختارش البرودكت على اساس العمولة، يعني مثلا لو انت عندك برودكت مثلا سهل تقدر تشتغل عليه وتبيع منه وعن بس الكوميشن بتاعته 1 دولار، وعندك برودكت تاني تمام الكوميشن بتاعته 5 دولار، فلو انت مش هتعرف تشتغل على الكوميشن او البرودكت الكوميشن بتاعه 5 دولار بلاش تشتغله، اشتغل عادي جدا على برودكت عادي ما فيهوش اي فيه مشكلة تقدر ان انت تشتغل عليه وتقدر تبيع من عليه عادي جدا ما فيش اي مشكلة تمام. بلاش تشتغل على برودكت انت شايف ان هو كبير مش هيقدر تشتغل عليه، مش هيقدر تنافس فيه، مش هتقدر تشوف مصاريف لو هو ليه صيانة معينة او ليه طرق معينة او تفاصيل بتاعته تقدر انت تشتغل عليها، بلاش. يعني اختار البرودكت السهل اللي انت تقدر تبيعه تقدر تتصرف فيه تقدر تتعامل بيه عادي تمام. يعني وانت بتختار البرودكت هتخلي بالك من الحاجات دي، لازم يكون عندك نوليدج في البرودكت ده وفاهمه كويس جدا، لازم تقدر تبقى فاهم تفاصيل تصريف البرودكت، تقدر البرودكت ده بيتباع فين. يعني مثلا مروحش مثلا اشتغل على مثلا قطع غيار سيارات تمام، وبعد ما اشتغل على قطع غيار السيارات ابتدي الاقي ان انا مش عارف ابيع فين تمام، انا خلاص معايا البرودكت ده وهشتغل عليه ومعايا تفاصيله وكل حاجة بس انا مش عارف هبيعه فين والكوميشن بتاعه كبير جدا تمام حلو جدا. طب لا انا اشتغل على اكسسوارز وانا عارف التفاصيل بتاعت الاكسسوارز ايه اللي هيحصل فيها، عارف هبيعها فين على انستجرام مثلا فور اكزامبل، عارف الدنيا بالنسبه لي هتكون ماشيه ازاي، لكن ما اروحش بقى اشتغل على برودكت انا مش عارف تفاصيله ولا اعرف عنه اي حاجه. طيب انت دلوقتي هنتكلم بقى في الجزء بتاع الخطوات اللي هتمشي عليها عشان تشتغل في الجزء بتاع الاي كوميرس. انت دلوقتي هتشتغل على الاي كوميرس، طب هعمل ايه بقى؟ خلاص تمام انا عرفت ان انا لازم يكون البرودكت بتاعي افيلبل بالنسبه لي في الشغل واقدر امانج البرودكت واقدر اصرفه وعارف المجال والاندستري ماشيه ازاي، وعرفت خلاص ان انا هشتغل الريسورس بتاع البرودكت هجيبه منين، يا اما اونلاين شوب يا اما من موقع اي كوميرس زي جوميا وسو، يا اما من ريسورس الاونر بتاع البرودكت نفسه زي مثلا اي موقع مثلا تشي ان مثلا دي بيبيع ملابس فانا ممكن اقدر اشتغل منه واجيب منه ملابس عادي جدا. طيب اهم حاجه بقى لما تيجي تشتغل بقى الخطوات، اول حاجه بتحدد الشخص اللي انت هتشتغل معاه، مين اللي انت هتجيب منه، هل انا هجيب من ويب سايت مثلا زي جوميا ولا انا هجيب مثلا من ويب سايت مثلا زي سوق وخلاص اشتغل معاه، ولا انا هروح لستور انا عارفه واخد منه واشتغل وابيع واشتغل اي كوميرس
ولا انا هشتغل منين بالظبط. مش لازم تشتت نفسك، مش لازم بقى تجيب من زوميا شويه وتجيب من سوق شويه وتجيب من هنا شويه من هنا شويه. لما انت حدد بالظبط انت هتشتغل منين بالظبط، السورس بتاع البرودكت اللي هتشتغل عليه، الستوري اللي انت هتاخد منه البرودكت او السيرفيس اللي انت هتشتغلها، البرودكت اللي انت هتبيعه، لازم انت تكون عارف الريسورس دي ايه بالظبط وتحددها وتكون عارف تتعامل معاها كويس. تمام، دي اول نقطه. تمام، تاني نقطه لازم انت تكون عارف كويس جدا البرودكت اللي هتشتغل عليه، هذا عارف البرودكت ده البرايس ليست بتاعته في السوق ماشيه ازاي، التفاصيل بتاعته ايه، وتحدد البرودكت. خلاص انت كده حددت المكان اللي انت هتجيب منه البرودكت نفسه، وات ايفر بقى ان كان المكان ده ايه، وحددت البرودكت اللي هتجيبه منه. انت مش لازم تتعامل مع مكان تاخد كل البرودكت اللي فيه، لا لازم تكون تسكوب على جزء معين او تسكوب على جزء معين تشتغل عليه او برودكت معين تشتغل عليه. طيب خلاص انت تعاملت مع حد معين، تبتدي تشوف الرابط اللي ما بينك وما بينه هيتمشي ازاي. يعني مثلا لو انا دلوقتي على جوميا وسوق، تمام، طب انت هتشتغل مع جوميا وسوق، انت محدد بالظبط هتشتغل معاهم في انهي جزء. طيب خلاص يبقى تاخد منه لينك او تعرف الرابط اللي انت هيتحول من عليه الكلاينت بتاعه. يعني انا خلاص هشتغل مثلا مع سوق وجوميا مثلا في الموبايلات، خلاص. طيب يبقى انا عارف ان الجزء او اللينك بتاع الموبايلات، خلاص ماشي يا جوميا، انا محتاج اللينك اللي هشتغل من عليه. هتبتدي تديل معاهم، هيبعتوا لك اللينك بتاع البرودكت نفسه او اللينك بتاع المنتجات اللي انت هتشتغلها. خلاص انت كده ربطت ما بينك وما بينهم، فاي حد هيخش الجوميا من خلال اللينك ده بتاعك، فخلاص يبقى ده الكلاينت بتاعك اللي انت هتاخد من عليه كوميشن. طيب دلوقتي مثلا لو انا هشتغل مع سوق ستور مثلا، بس الستور ده اوف لاين، فانا بحدد والله اي حد هيجي لك معاه الكارت بتاعي او معاه كود الخصم ده، تمام، فده يبقى جاي من عندي. فانت لازم تاكد على الجزء ده، لازم تكون عارف الجزء ده كويس جدا، تبقى فاهم انت هتبيع لمين وهتبيع ازاي. بس لازم تكون فاهم الرابط، ايه الرابط ما بينك وما بين الستور اللي انت بتجيب منه. لازم تكون فاهم كويس جدا لو الستور ده او الريسورس بتاعتك او المورد بتاعك لو مش موجود، بعد كده هتشتغل منين. تمام، فانت لازم تشوف الرابط ما بين اللي انت بتشتري منه، وتبقى عارف الكونفرجن اللي هيروح عليه هيروح ازاي. هل هيروح من خلال رابط معين، من خلال لينك معين على الويب سايت، ولا هيروح من خلال مثلا كارت معين، ولا هيروح مثلا من خلال كونفرجن معين. تحدد الطريقه اللي الكلاينت هيتحول منها من عندك لعنده، علشان تبقى فاهم بالظبط العميل اللي رايح ده رايح تبع مين. دي حاجه. حاجه تانية، لازم تكون معاك كل التولز بتاعت البرودكت. يعني لو البرودكت ده ليه صور لازم تاخدها منه، لو ليه برايس ليست لازم تاخدها منه، لو ليه اوفرز في اوقات معينه لازم تاخدها. تمام، لازم تاخد كل الانفورميشن بتاعت البرودكت. فانت لازم اول ما تديل مع المكان اللي انت هتاخد منه، تاني حاجه بتشوف الريسورس اللي انت هتكونفرجن منها، وتاخد كمان كل الانفورميشن بتاعت البرودكت نفسه. يعني مثلا انت هتشتغل على سوق او جوميا، طب والله انا محتاج الصور بتاعت البرودكت ده، فتبتدي تجمع الصور بتاعت البرودكت، وتبتدي ان انت تبقى معاك الصور دي عشان تقدر تتحرك بيها، تقدر تماركت بيها كويس جدا. طيب لو انت مثلا في ستور معين، لازم بتتفق مع ان انا هصور البرودكت عشان اقدر اعرضها بشكل كويس، علشان اشوف انا هودي البرودكت بتاعي فين، او ابتدي اماركت البرودكت بتاعي بشكل كويس. تمام، طيب بعد كده بتشوف الطريقه اللي هتماركت بيها للبرودكت ده. خلاص انا معايا برودكت ومديل بيه، وعارف النسبه اللي انا هشتغل بيها والطريقه اللي هشتغل بيها، ببتدي بقى احدد الماركتنج بتاعي، طريقه التسويق بتاعتي هشتغلها ازاي. انا دلوقتي هاخد الصور دي كلها واحطها في جروب معين وابتدي اماركت من عليه، ولا مثلا انا هاخد اللينك ده وابتدي احطه في الويب سايت بتاعي والناس تكونفرجن منه، ولا انا مثلا هاخد اللينك ده وابتدي اوزعه على مثلا ماي فريندز، الناس اللي انا اعرفها، اصحابي،
ناس معايا في الجامعه ايا كان، وابتدي اماركت منه واشتغل بيه. هل انا هاخد سيمبل اماركت بيها؟ لازم تكون عارف الاجزاء اللي انت هتماركت بيها ايه بالظبط، تمام، وازاي هتوصل بالبرودكت ده. هل هتوصل بيه بشكل بيد ولا بشكل اورجانيك؟ هل انت البرودكت ده هتبيع بيه ازاي؟ هل انت هتبتدي تشتغل عليه ازاي، بطرق مدفوعه ولا هتشتغل عليه اي سي او، ولا هتبيع من خلاله، ولا هتعمل ايه بالظبط، تمام. فانت لازم تكون محدد الاجزاء اللي انت هتشتغل بيها هتشتغل ازاي، تمام. دي نقط اساسيه لازم تمشي عليها، وبروسس لازم تكون انت محددها عشان تبقى عارف ايه هتمشي ازاي. طيب الجزء اللي بعد كده بقى ايه؟ خلاص انت معاك البرودكت ومعاك اللينك اللي هتاخده منه ومعاك الطريقه اللي هتماركت بيها، تبتدي تحدد بقى بعد كده الاكشن اللي انت عايزه من الكلاينت نفسه، تمام. لازم تحدد بالظبط الناس عشان تعرف توجههم. يعني مثلا انا دلوقتي لما اجي ماركت لي البرودكت بتاعي هماركت ليه ازاي؟ هل انا هبتدي اماركت ليه من خلال الفيسبوك؟ طيب الناس بقى هقول لها تكونفرجن ازاي؟ لازم أنا اكون محدد كويس جدا جدا الكول تو اكشن بتاعتي. الكول تو اكشن لازم تكون محدده، ما ينفعش ان انا اشتغل على برودكت وعايز اوجه للناس وما بقاش عارف اقول للناس الاكشن ازاي. يعني مثلا هل هقول لهم ايه بالظبط؟ هقول لهم اضغط على الصوره وبعد كده تحول خش على الويب سايت واشتري، ولا هقول له مثلا في وسط الارتكل اللي انا كاتبها مثلا على الويب سايت بتاعي، مثلا لو انا مثلا بتكلم عن منتج تخسيس مثلا، فانا ممكن مثلا وانا بتكلم عن منتج التخسيس في نص المقاله اروح قايل له لو انت عايز توصل للوزن ده ممكن تستعمل برضو مثلا التول دي او المكنه دي مثلا بتاعت الجري او ايا كان، وممكن تشتريها بسعر رخيص جدا وبعرض مغري من على جوميا من خلال اللينك ده، تمام. او مثلا ممكن انا بتكلم مثلا عن او بشتغل على برودكتس مثلا بتاع مكن حلاقه للرجال، انا ممكن اقول له والله كلمه مكن اصلا للحياه او كلمه مكنه الحياه اعمل لها هايبر لينك والناس تتحول من عليها وما الى ذلك. لازم انا اشوف الكول تو اكشن هتمشي ازاي بالنسبه للكلاينت نفسه، الكلاينت نفسه عشان يكونفرجن على الويب سايت اللي هشتري منه او السوق اللي هشتري منه. طب لو انا مثلا شغال اوف لاين المفروض في حد هيكونفرجن من خلال الاوف لاين، فانا لما ابقى عارف انا لما هاجي ماركت اقول له ايه؟ هل اطلب الرقم ده واشتري المنتج، ولا انا هقول له روح في العنوان الفلاني، ولا انا هقول له تعالى معايا، او لو انت عايزها انا اروح اشتريها واجيبها لك. لازم اكون محدد ايه الواي او الطريق الراجع بقى، يعني خلاص حددت الطريق اللي رايح البرودكت رايح من الريسورس نفسها ليا علشان ماركت بيها، وبعد كده احدد بقى الكلاينت نفسه هيرجع يشتري ازاي. فلازم بحدد الكلاينت هيرجع يشتري ازاي، لازم اكون محدد اكشن محدد جدا. دي حاجه. حاجه تانيه بعد كده بحدد الطريقه بتاعه التسليم. الراجل ده لما يعمل كونفرجن ويروح المحل اللي هيشتري منه او يروح على جوميا او يروح على اي ويب سايت يشتري منه مثلا، هل لما يجي يشتري او لما يجي يشتغل او من امازون لو انا بشتغل على افيليت من بره مصر، المفروض الحاجه هتجيله متغلفه ازاي؟ المفروض الحاجه هتروح له في ميعاد ايه؟ المفروض هياخد بقى البنفيتس بتاعته او البرودكت بتاعته ازاي؟ لازم انا اكون متاكد عشان الكلاينت اللي هيشتري ده يرجع لو هو يشتري تاني. لازم انا فولو اب معايا، لازم انا بكون عارف الراجل اللي هيجي يشتري ده هيشتري ازاي، التفاصيل بتاعته، الكلام ده كله، تمام. فانا لازم بكون فاهم بعد الاكشن ايه اللي هيحصل بقى، تمام. الناس اللي هتيجي تاخد اكشن ده ايه اللي هيحصل، تمام. دي حاجه. حاجه تانيه واهم حاجه طرق الدفع. لازم أنا اكون محدد بالظبط طرق الدفع، الناس اللي هتدفع ازاي، ودي طبعا لازم يكون فيها فرايتي كتير، يكون فيها اوبشنز كتير، لازم يكون الكلاينت ده عنده اكتر من طريقه. والله لو جه قال لي انا عايز اشتري بس مش معايا كاش، خلاص اوكي في فيزا طيب او كريدت كارد، يعني طيب انا مش هقدر ادفع كريدت كارد، خلاص اوكي ممكن تدفع كاش، طب انا مش معايا فيزا ولا معايا كاش، خلاص ممكن تدفع فوري. لازم يكون في فرايتي كتير، ممكن مثلا تحجز دلوقتي وتدفع بعدين، لازم يكون في طرق الدفع اساليب مختلفه. دي حاجه. حاجه تانيه موضوع الدفع ده لازم يكون يعني حاجه فيري امبورتنت جدا، ان هو يكون
طرق الدفع سيكيور جدا. يعني مثلا ما ينفعش تقول له حول الفلوس على مثلا حساب معين بنكي، او مثلا عن طريق دفع معينه، طريقه الدفع دي مش معروفه ولا فيها اي حاجه وصعبه، وعبال ما يخش اكسبت اللي هيدفعه هيتقرف، لا خلاص هيقول لك بلاها خالص مش شاري، تمام. وهتلاقي الكلاينت ما بقاش موجود، هتلاقي الكلاينت راح منك، تمام. فانت لازما موضوع طرق الدفع ده لو بره مصر لازما طبعا باي بال هي هي نمبر 1 في الجزء ده، او يعني في طرق تانية هنتكلم فيها هتيجي وقتها وهنتكلم فيها، فانت لازم تخلي بالك من الموضوع ده. دي كده البوينت او البروسيس اللي لازم تمشي عليها وانت شغال في الجزء بتاع الافليت او الجزء التحضيري بتاع شغلك للافليت. يعني ما ينفعش اصحى بكره الصبح اقول انا هشتغل افليت ماركتنج واجيب منتجات وابيعها، لا لازم تظبط الاجزاء دي كلها، لازم تكون عارف انت هتعمل ايه بالظبط، هتبيع ازاي البرودكت بتاعك ده، هتبيعه ازاي. لازم تكون محدد الجزء ده بشكل اساسي. طيب خلاص عرفنا البروسيس والتفاصيل دي كلها. لازم في نقطة كده مهمة هقول لك عليها، خلي بالك وانت بتعرض البرودكت بتاعك تكون دارس الكومباتيتيف بشكل كويس جدا. لازم تكون عارف الكومباتيتيف بتوعك دول عاملين ازاي، تفاصيلهم، بيبيعوا ازاي، الاماكن اللي موجودة عليها، هل هم اصلا براندنج وعاملين براند لنفسهم، ولا هم ما لهمش علاقة بموضوع البراندنج اصلا، مش عاملين براند لنفسهم. لازم تكون فاهم كويس جدا الناس اللي انت هتشتغل عليهم دول، في ناس تانية بتستهدفهم ولا انت بس اللي شغال بتستهدفهم، هل في ناس شغالة معاك في نفس هل في ناس شغاله معاك في نفس المجال بتنافسك في نفس المنطقه ولا لا. فانت لازم تخلي بالك من موضوع الكومباتيتيف جدا. في ناس بتشتغل ولما بتشتغل مش بتفكر بشكل كويس جدا في موضوع الكومباتيتيف ده، بتشتغل كده وخلاص، مش بتبقى محدده هي هل ليها منافسين ولا ملهاش منافسين. لازم يكونوا هم محددين بالظبط، هل هم المنافسين دول موجودين في المناطق، هل هم نفس السعر ولا مش نفس السعر. التفاصيل دي كلها لازم تكون فاهم الكومباتيتيف اللي معاك، لان طبعا الكومباتيتيف دول ممكن يكون حد شغال افريت، ممكن يكون حد مش شغال افريت، تمام، ممكن يكون حد بيبيع عادي جدا، تمام. فانت لازم تكون فاهم الجزء ده، فاهم مين الكومباتيتيف بتوعك بيشتغلوا ازاي، بيعتمد على ايه، بيبيعوا فين، الحاجات دي كلها، تمام. دي كده كلها أجزاء مهمة. طيب تعالوا بقى نتكلم في الجزء اللي بعد كده، الجزء بتاع الطرق اللي هتسوق بيها بقى، الطرق اللي هتوصل بيها للعملاء. أو ممكن مثلا قبل ما نخش في الطرق بتاعت العملاء ناخد كده، لو في حد عنده سؤال أو حد حابب يتناقش في حاجة في الجزء ده أو في الأجزاء اللي اتكلمنا فيها قبل ما ايه نخش في طرق التسويق بقى في جزء الافيليت نفسه. في حد عنده سؤال؟ ايوه، يعني انا كنت عايزه اسال، يعني انا لما اجي مثلا هبدا مثلا لو هتعامل وليكن سوق مثلا، انا ببدا اتواصل مع مين؟ يعني مين اللي انا بتواصل معاه؟ هل التجار اللي بيبقوا موجودين في الويب سايت ولا لا، بروح على حاجة اسمها رقم، أصلا في رقم خاص بالسيلر سنتر، تمام. في حاجة لجوميا اسمها سيلر سنتر، ببتدي أتعامل مع بتوع السيلر سنتر دول، باخد رقمهم وببتدي أتواصل معاهم وأقول لهم أنا محتاج أو أنا عايز أشتغل أفليت. طب بس طبعا بكون محدد بقى البرودكت اللي هشتغل عليها، أنا عايز أشتغل في جزء الأفليت، تمام، من خلال جوميا. فبيبتدي يكون في مندوب معاك ويبتدي ينسق معاك الدنيا بالظبط، يقول لك والله انت هتشتغل في منتج ايه، ازاي الدنيا دي كلها، ويبتدي ينسق معاك كل التفاصيل. فمش بتروح على جوميا او مش بتروح على الـ التاجر اللي بيبيع دايركت على طول، التاجر ملوش علاقه، هو مجرد حد بيبيع على جوميا بس، تمام. انما الديلز كلها بتكون مع الاي كوميرس نفسه، زي ما احنا كنا بنقول انت يا اما هتديل مع اي كوميرس، تمام، ويب سايت، يا اما هتديل مع
الاونر نفسه، يا اما انت بتروح تشوف مثلا ستور مثلا اوفلاين، والا بقى لو ستور اوفلاين وما عندوش حاجه اونلاين، يعني حد اونر في برودكت معين بيعمله بس مش عنده حاجه اونلاين، فبتبقى اصلا حاجه كويسه جدا. يعني بتقول له خلاص انا هسوق لك المنتجات وابتدي ان انا اخد كوميشن عليها، فبتبقى حاجه كويسه. تمام. تمام. فانت تواصلي مع السيلر سنتر بتاع جوميا. طيب، شكرا جدا. عفوا استاذ محمود، بس سؤال ثاني اذا تسمح لي. اتفضل. الله يزيد فضلك استاذ محمود. هلا كلنا بنعرف انه كليك بانك وجي فيزو مشهورين جدا بالنسبه للغرب والاجانب، طيب ايش بتنصح او ببرامج التسويق في الوطن العربي بشكل عام، مثلا عرب كليك، سنون، جوميا، انت ايش بتفضل شخصيا اذا انت حضرتك جيت تشتغل هالشغل، انت ايش بتختار؟ انا بختار امازون بصراحه، يعني سوق جوميا فيهم بروسيس كده ساعات بتبقى معقده شويه، موضوع الفلوس، التأخيرات ساعات بتحصل، التوصيلات مثلا، توصيل للبرودكت نفسه. انما سوق جوميا بيكونوا يعني، لا بشتغل ك ك ك كامازون بصراحه بتبقى افضل. دي حاجه. حاجه تانية، الافضل بقى من الويب سايت زي ما قلت لك، ان انت تشوف حد يكون اصلا هو اوفلاين، يعني اوفلاين بروجكت، تمام، يكون اصلا هو حد بيعمل برودكت وانت تشتغل، انت تشتغله افليت، بس ما يكون بقى التعامل دايركت ما بينك وما بينه، بتعرف تتعامل معاه بقى، تاخد منه البرودكت، تعرف تصور حتى البرودكت، تعرف تصورها التفاصيل دي كلها. تمام. يعني اي ثينك ان انت مش انت في السعوديه مش في مصر صح؟ انا بتركيا. بتركيا. اوكي. بتركيا. انا بصراحه السوق هناك يعني في فرايرتي كتير، وفي في منافسه كبيره بصراحه. فالجزء اللي انا بقول لك عليه بتاع الاوفلاين هيكون كويس جدا. تمام. لكن تمام. وانت هتشتغل بقى، يعني انت هتجيب منين وتكونفرجن على فين، يعني هتجيب البرودكت منين وهتكونفرجن على فين. يعني احنا مثلا قبل كده كنا شغالين بنجيب، قبل موضوع الازمه بتاعت الصين وامريكا، كنا بنجيب من الصين نودي امريكا. تمام. فانا محتاج، لان النقط دي بتفرق، يعني كل ما اكون سبيسيفيك جدا كل ما اقدر احقق اللي انا عايزه بشكل افضل. فانت هتجيب البرودكت تارجت حته معينه، تجيب منها البرودكت وتكونفرجن وتبيع في مكان معين، ولا انت لسه بتشوز حاجه؟ لا اكيد انا حجيبها من موقع هون تركي اسمه ترينديول، يعتبر الاضخم بالنسبه للاتراك والاكثر ثقه من امازون، مع انه في امازون في تركيا. والشغله الحلوه انه الدليفري يعني ماكسيموم 3 ايام. تمام. فمن هنيك حاليا بهتم بموضوع معين بنيتش معين، واللي هو هون بشكل عام الاتراك بحبوا الاطفال كثير كثير وبهمهم الطفل. فحاليا عم بجهز عده منتجات لحتى اسوقها مختصه بمجال البيبي. حلو جدا. تمام. وصلت لافكار معينه ولا لسه الدنيا بالنسبه لك ما فيهاش اي افكار؟ لا لا، الحمد لله وصلت لافكار معينه وعرفت الجمهور المستهدف لي، وحاليا انا بمرحله انه يعني احضر كم منتج، لانه حاليا مجهز بس منتج او منتجين عم بدرسهم. تمام. يعني انت لسه بتظبط الدنيا، يعني كويس انت ستيل كده شغال كويس. انت لسه يعني من الحاجات الجميله ان حد يكون ماشي ان هو بيحضر قبل ما يشتغل، عشان في ناس زي ما قلت لك بتشتغل دايركت على طول، يلا انا صباح الخير هشتغل افيليت ويبتدي يشتغل. فجزء التحضير ده يعني اتس فيري امبورتنت بصراحه، وهيفرق معاك على اللونج تيرم بشكل كبير. يعني ان شاء الله. شكرا للاجابه. عفوا. طب هو انا لو انا حبيت ان انا مثلا اجيب منتجات من امازون وابدا ان انا اسوق لبره، يعني بحيث في امريكا او كده، فهل دوت انا ممكن اقدر اعمل دوت يعني؟ بس حاليا الوضع مختلف عن الاول. يعني حاليا الوضع بقى فيه تعقيدات شويه طبعا، ازمه كورونا والتنقلات والشحن والكلام ده كله، يعني بقى مش زي الاول يعني بصراحه. يعني مثلا من قبل من قبل كورونا كان الوضع مختلف، وقبل بقى الازمه الصينيه الامريكيه كان الوضع مختلف برضه، فاهم؟ يعني الدنيا بتكون مختلفه يعني.
بس افيلابل يعني، الدنيا متاحه. اه ممكن تعملي ده، بتكونكت مع امازون وتبتدي تشتغل على ده، بس لازم طبعا يكون ليكي يعني، انت هتجيبي منين على فين؟ دي اول حاجه يعني، هتبيعي منين وتسيل فين؟ ما انا كنت عايزه اجيب مثلا، لو هو انا كنت بدات في موضوع شوبيفاي والدروب شيبينج من فتره، بس انا كانت المشكله عندي كانت انه فعلا زي ما حضرتك بتقول، في فتره الشحن كانت بتبقى كبيره جدا، بلس انه كان عندي مشكله في التسويق نفسه، ان انا يعني لازم اكون عارفه السوق اللي انا بستهدفه وكده، واكون فاهماه كويس، وانا ما كانش عندي لسه الخلفيه في دي. تمام. فعشان كده انا كنت حابه الموضوع، ولكن ما قدرتش ان انا اعمل دوت بسبب الحاجتين دول. لكن انا حابه اعمل دوت، لو انا جيت اعمل في الافيليت هل هقدر اعمل ده دلوقتي برضو، ولا هتكون برضو يعني انا محتاجه اشوف الاليه الكويسه ان انا ادرس الموضوع، بحيث ان انا اكون لو هبدا فيه اكون عارفه اسوق للمنتج، واكون عارفه السوق اللي انا يعني شغاله فيه. فانا كنت محتاجه جدا اعرف يعني من حضرتك، لو حضرتك تقدر تفيدني في حاجه زي كده اعمل ايه مثلا. تمام. بصي، انت شفت البروسس اللي احنا اتكلمنا فيها صح؟ او يعني طبيعه البروسس اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، امشي على نفس البروسس دي. تمام. لقيتي في ستيب من الخطوات من اللي احنا اتكلمنا فيه فيها مشكله بالنسبه لك، او في حاجه مش متاكده منها يعني 100%، لا اوقفي عندها. تمام. بعد كده كملي الخطوه اللي بعدها لما تكوني انت متاكده منها 100% يعني. الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها دي هي لازم تكون ماشيه بنفس الترتيب بنفس النمط. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اروح اشتغل على الجزء بتاع البينج، اكون بشوف الـ هبيع بكام، او مثلا البيض مثلا اطلع فيزا علشان ابتدي ان انا ابيع وانا مش عارف البرودكت اللي انا هبيعه ايه. تمام. مش هينفع مثلا ان انا هشوف هسوق فين وانا ما اخترتش البرودكت نفسه. تمام. ما ينفعش اتشوز برودكت نفسه وانا مش عارف ليه ريسورس، فاهمه؟ فانت لازم تمشي بالبروسس اللي انا يعني اللي احنا اتكلمنا فيها دي، او اللي انا قلت عليها، علشان تقدري تبقي سبيسيفيك جدا محدده، بتقللي الخسائر بشكل كبير، فاهمه؟ دي حاجه يعني مهمه جدا. فانت امشي على ده، ويعني انا رايي ان انت تشتغلي انترنال حاليا. تمام. يعني حاليا انت بتبتدي حتى تاخدي النولج بتاعتك كلها من الانترنال. يعني الانترنال احنا الماركت المصري كل المشاكل اللي فيه، تمام، مش هتيجي زي بره. المشاكل هنا اصعب، فلما انت تعدي بكل المستيكس اللي هتحصل معاكي هنا، الدنيا هتبقى، هيبقى الريسك اقل. تمام. هيبقى حتى لو حصل خسائر الموضوع هيبقى اقل. حصل مكسب مش هيبقى كتير، بس هيبقى انت على الاقل الدنيا بالنسبه لك ستيبل ماشيه، مش هتكون انت وقعتي في حاجه. وفي نفس الوقت هتاخدي بقى النولج بتاعتك، تبدأ ان انت تفهمي الدنيا ازاي، وتبني افكار اكتر، الكلام ده كله. تمام. فانت لما تشتغلي انترنال، تمام، او ان ايجيبت يعني، هيكون الوضع احسن لك من ان انت تشتغلي باي كونتريز مختلفه، ويحصل معاكي دروب في حاجه. حتى لو حصل معاكي دروب وانت شغاله انترناشونال مثلا، او جاي بتجيبي من كونتري معينه وتودي لسيتي تانيه او كده، مش هتعرفي تصرفي. تمام. فالدنيا بالنسبه لك هتتعقد خالص. انما لو جوه مصر، انت مثلا لو المشكله في شحن من اسكندريه، هتروحي انت ممكن اسكندريه تجيبي الشحن وتيجي، فاهمه؟ الدنيا هتبقى فيها افيلابيلتي شويه للحلول، هيبقى الريسك اقل، هتقدري تبني حتى كريسز مانجمنت لنفسك، تبقي انت عارفه ده لو حصل انا هتصرف كذا. تمام. انما مثلا لو نفترض ان انت بتقولي ان انا بشحن من الصين مثلا لتركيا، تمام، فلا، في حاجه في الجمارك في الصين مش طالعه، طب انت هتعملي ايه؟ دي حاجه. طبعا بقى غير اوراق التوثيق واوراق البيع من هنا للشراء هنا والقصص دي. تمام. ف يعني حتى الدنيا هتبقى بالنسبه لك اهدى شويه. يعني شيماء بتقول انا اللي ابقى مسؤوله عن الشحن. بصي يعني
بس خلينا الاول نوع بالنسبه لك كده الدنيا ستيل واضحه. ايوه تمام كده. تمام طيب دلوقتي شيماء بتقول انا اللي هبقى مسؤول عن الشحن، هو اوريدي انت هتفولو اب تمام، بس مش هتبقي مسؤول عن الشحن يا شيماء 100%. يعني لو انت هتبقى مسؤول عن الشحن والبرودكت والموردين والتوزيع والبينج والحاجات دي كلها، الدنيا ممكن تكون لو الكلام ده انا شغال انترناشونال تمام، لو انا من كونتري لكونتري تانيه تمام. انما لو انا بشتغل انترنال ممكن ان انا اظبطها، بس مش انا اللي هشحن يعني. يعني انا في حاله الريسك او في حاله المشكله انا ممكن انا اتعامل وانزل اتصرف تمام، انما لو كده لا، لازم يكون في شركه شحن بفولو اب معاها بتجيب وتودي والكلام ده كله تمام. فلازم انا اكون مظبط ده. وفي في مواقع مثلا ممكن اتعامل معاها، هي هم بيشيلوا جزئيه الشحن تمام، ان في حد خلاص دخل اصلا موضوع الشحن ده على حسب الويب سايت، ممكن انا اتصرف في الشحن تمام، ان انا اروح اشتري او ان انا اروح اودي العميل هو اللي يشتري من الستور لو انا شغال اوف لاين تمام، واخد انا الكوميشن بتاعي، او موضوع الشحن ده نفسه ممكن يكون الويب سايت هو المسؤول عنه. يعني انا مثلا حد دخل من خلالي ودخل على جوميا واشترى، فانا خلاص ماليش دعوه بقصه الشحن تمام. انما في بعض الجزء اللي كنا بنتكلم فيه عن مشاكل الشحن، كنا بنتكلم على الجزء انترناشونال. انا لو عندي مشكله في الشحن من دوله لدوله تانية، او شركه الشحن او المكان اللي انا بشتري منه، او الجزء بتاع الكونتري نفسها اللي بتشحن لي، او الويب سايت اللي انا شغال معاه، ممكن يقول لك انا عندي مشكله في الشحن تمام، بس انا مش هقدر اتصرف، هضطر استنى هم اللي يتصرفوا، لان هم اللي بيشحنوا وهم اللي تمام. فده الفرق ما بين اللوكال والانترناشونال يعني. طيب انا عندي سؤال، مش المفروض كده ان انا مهمتي ان انا باخد عمولتي من خلال اللينك اللي انا مثلا ايا إن كان الموقع انهي موقع بيديهولي، وانا ببدأ ان انا اسوقه والناس اللي بتضغط عليه بعد كده وتدخل على الموقع ده وتشتري، انا كده واخد عمولتي. هل كل المنصات او المواقع تتعامل بنفس الطريقة؟ يعني مش السؤال برضو مرتبط بموضوع الشحن، فيعني هو لو كده يبقى انا ماليش اي علاقة بالشحن، هو لا اوريدي مش كده كلها، بيتعامل منه للاي كوميرس على طول. مش كلها بس يعني مثلا في ويب سايت مثلا لو انت عملت ديل معاه وقلت له انا هشتغل افيليت واخد منك، بيقول لك خلاص ماشي، بس انت اللي هتشحن، انا مش دعوه بموضوع الشحن، وبيشيلها من عليه. انما مثلا المواقع يعني بتاعت الاي كوميرس هو بيشحن هو خلاص، لان انت اصلا شغاله معاه بلينك. عشان كده كنا بنقول في الاول ايه، نحدد الربط نفسه، الربط الكونفرجن هيحصل منين؟ هل الكلاينت هيخش من خلال اللينك، ولا الكلاينت انا هوديه يشتري، ولا يعني مثلا في ناس شغاله مثلا افيليت في الريال استيت خلاص تمام، هو شغال زي بالظبط بالنسبه له موضوع البروكر يعني تمام. طب ما هو ده شغال جزء افيليت شويه يعني، هو شغلانته ان هو بيجمع بروجكتس مختلفه وبيعرضها عنده ويبتدي ان هو، بس هو بصيغتهم بروكر تمام. ما هو ده شغل افريت اصلا يعني. يعني ده رايي بصراحه، ان هو طب ما هياخد الكلاينت عشان يوريه البرودكت ويرجع بيه والقصص دي كلها تمام. يعني يعني إيه 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 على يعني حسب بيختلف من منصة لمنصة، كل منصة معينة ليها طريقة معينة في ان هي ان انا اقدر اشتغل معها افيليت. بالظبط. وبعدين انا كمان لازم ابني لنفسي سيستم بقى، انا ابقى عارف انا السيستم بالنسبه لي ماشي ازاي. هل انا الدنيا بالنسبه لي هتكون ماشيه بشكل ازاي؟ هل الناس هتخش من عندي، ولا الدنيا هتمشي ازاي تمام؟ لازم انا اكون محدد يعني تمام. تمام. تمام سالي تقريبا عامله raise your hand، فتقريبا عندنا سؤال. طيب انا بس كان عندي سؤال، بما اني انا مش عايشه في مصر، ايه احسن بلاتفورم فور اي كوميرس جوه مصر؟ جوه مصر؟ جوه مصر هم مش هيختلفوا عن بعض كتير، هو سوق وجوميا، بس اوكي جوميا جوميا ستيل افضل يعني الى الان يعني، جميل. لحتى ما تستلمها امازون يعني. انت قلت ايه معلش اخر حاجه؟ حد ايه؟ لحد ما امازون تكون هي كل يعني عامله المانجمنت كامل على سوق. اوكي سو يعني مثلا احنا هنا، انا عايشه في امريكا، تمام. عندنا زي شوبيفاي از ا جود بلاتفورم، وفي نفس الوقت عندك امازون لو عايز تعمل افيليت ماركتنج، which is طبعا easier لو انت لسه بتبدا في الاول، بس
هل لو احنا هنقارن حاجه زي شوبيفاي تكنيكلي ده اللي انا بشتغل عليه دلوقتي، شوبيفاي نقدر نقول ان هو شبه جوميا ان ذات سنس، ولا انت هتخليه ان هو في الناحيه دي از جونا بي لايك امازون علشان انت هتعمل افيليت؟ لا لا، هو لو كتكنيكال هو اعلى من امازون، سوري اعلى من جوميا، تمام؟ كشوبيفاي كبلاتفورم اعلى من جوميا. لكن لو انا بشتغل من مصر، تمام، كلوكال او وبشتغل من امريكا او من اي ويب سايت تاني، فانا هعامله معامله امازون، تمام، لانه هو حاجه حاجه مش لوكال بالنسبه لي، فانا هتعامل بمصاريف شحن، هتعامل بحاجات تانية. وطبعا الافضل ان انا بعمل كونفرجن على مصر، يعني انا مش هشتغل على مصر، يعني انا هشتغل من كونتري تانية بره وخلاص، ما انا كده كده ستيل شغال بره يعني. اوكي، طب لو انا عايز اشتغل مع الجولف فور اكزامبل، تفتكر اني اسهل اتراك على جوميا ولا على حاجه شبه سوق نون؟ طبعا الجولف الجولف اريا نون بالنسبه لها هي ستيل افضل حاجه دلوقتي يعني، الا بقى لو انا بتارجت برضه لازم افكر في جزء البرودكت، ولازم كمان افكر في جزء البرودكت نفسه، يعني البرودكت نفسه فين بالظبط، تمام؟ يعني مثلا لو انا معظم الناس اللي بتكونفرجن از اي كوميرس مثلا كوزماتكس، يعني لو احنا عملنا كومبير ما بين سوق جوميا، فلا جوميا تكسب في جزء الكوزماتكس، تمام. طب لو احنا مثلا عملنا مثلا في جزء تاني، فور اكزامبل مثلا عملنا كومبير مثلا في ريل استيت، تمام، فلا هي اولكس افضل من سوق وجوميا نفسهم، تمام. فعلى حسب برضه البرودكت، يعني في معايير كده معينه لازم اسكوب عليها واثينك فيها بشكل كبير، يعني البرودكت نفسه بيحصل بيعمل ايه بالظبط، يعني البرودكت نفسه. في ناس كتير بتخش على جوميا مثلا، يعني لازم افكر في البرودكت بالنسبه للكلاينت بيجيبه اونلاين منين، تمام. انا هشتغل على جوميا، طب ايه احسن البرودكتس اللي موجوده على جوميا بتتباع وبالنسبه لي انا عندي فيها نوليدج واقدر ان انا اماركت ليها بشكل كبير، فهي بالانس لازم اخلي بالي منها يعني. اوكي، طب معلش سؤال اخير، and it's probably outside of the topic. دلوقتي if I want to promote a service okay للجولف، ايه احسن باك اند to control it؟ خلينا نحطها كده to control. أحسن حاجة تديني analysis، أحسن حاجة تعرفني if people are actually buying my service، كلام ده. تمام. وانت شغالة لازم حاجات جوجل، هم في الجولف اريا بيحبوا جوجل بشكل صدق يعني as analysis. وطبعا بتفرق طبعا انا بشتغل على ايه بالظبط، يعني انا لو انا ببي اصلا من حاجات مالهاش علاقه بالاي كوميرس، شغال اوف لاين، فانا اوريدي مش هستخدم حاجات جوجل بشكل 100% يعني، فعلى حسب اللي انا بشتغل فيه. بس هم في الجولف اريا مش از سوشيال ميديا بشكل كبير، يعني مثلا لو قلنا 50-50 سوشيال ميديا او كاناليسز بنتكلم في حاجات جوجل، يعني كل حاجه اللي هي ريليتد بجوجل هم ام شور هم فيها، يعني خصوصا ان انا شغال فتره فهم عندهم جوجل نمبر 1 يعني. So do you think Hootsuite أو Sprout Social يبقى أحسن إن they analyze the social media platforms هناك؟ هناك لا، هناك السوشيال ميديا مش زي مصر، يعني عندهم السوشيال ميديا لها وضع مختلف، يعني هم as a social media active لكن مش زي active on Twitter. إيه؟ they're active أكتر on Twitter، أنا عارفة إن هي مختلفة شوية عن مصر الموضوع. يعني هم active تمام، بس مش يعني الواي مختلفة عن Egypt بشكل كبير، يعني هم مثلا لو قلنا مثلا انستغرام هم أفضل من مصر يعني، وبرضو على حسب البرودكت والإندستري بشكل كبير بتفرق، يعني مثلا لو أنا بالظبط السيرفيس بتفرق والبرودكت نفسه بيفرق بشكل كبير، لازم اكون مظبط موضوع البرودكت بشكل كبير جدا، هي زي ما قلنا بالانس، لازم اشوف البرودكت يكون اكشلي موجود على المنصه دي في الجولف اريا او في مثلا في يونايتد ستيت في ايجيبت، على حسب لازم اكون انا مظبط الدنيا
أدرس الموضوع بشكل كبير جدا. Gotcha. Okay. Thank okay. you. شكرا. You're welcome. Okay. مين تاني عنده، كان في حاجة في الشات؟ تمام. مين في منصات بتتعامل مع Arab Blank؟ كليات نون غير الدفع عندهم كتير ملخبط، وهل نون منيح في من ناحية حساب المسوقين؟ لأن شفت كتير مسوقين بيشكوا منه، حتى نون مصر والسناب شات كمان. بص، هو نون استيل في مصر لسه الدنيا بالنسبة له مش متظبطة، يعني هو بقاله فترة تمام في مصر، لكن اي ثينك حتى مع الناس اللي بقابلها كتير شغالة في نون عندهم مشكلة دايما، يعني تحس ان نون اصلا فيها مشاكل كتير. واهم المشاكل اللي انا شايفها بقى بعيدا عن الاجزاء التكنيكال هي الكونفرجن ريت اصلا. كام حد في مصر بيخش على نون مقابل بقى سوق وجوميا واليكس وبقيه البلاتفورمز دي كلها؟ لا، الدنيا مختلفه، مش كل الناس بتخش على نون، مش كل الناس، الماركت شير بتاع نون مختلف تماما. فانا كده كده ليه اشتغل في حاجه في عندي ليها benefits، عندي ليها سوري فيدباك مش كويسه، وفي نفس الوقت اصلا الكونفرجن عليها مش كويس 100%، يعني لازم انا اكون متاكد ان الدنيا بالنسبه لي تمام ككلاينت كمان، انا بعرف الكلاينت بتاعي موجود فيه تمام. يعني اصلا انا مش برجح نون، حتى انا ما اتكلمتش عنها في الاكزامبلز اللي قلتها كلها، لان فيها شيء من ال يعني زي ما بنقول كده لسه الامور بتاعتها ما ترتبتش، يعني لسه اي ثينك ان هم السوق المصري بالنسبه لهم برضو لسه في غموض بالنسبه لهم تمام. اتس ماي ماي يعني ده رايي. لو في بقى اي حد عنده سؤال تاني ولا نكمل بقى في طرق الماركتنج لشغلك كافيليت ماركتنج. أستاذ محمود، بس بدي أحكي شغلة إذا بتسمح لي. تعليقا على كلام الأنسة سالي، بما أنه عم تشتغل إي كوميرس دروب شيبينج، حابب أفيدك بشغلة. إذا عم بتواجه مشاكل في الإعلانات، فأنا عم بتابع شخص اسمه كمان إيكوم بلاكر سيف محمود، فهو خلينا نقول مجرم بمجال التعامل مع الإنفلونسرز، يعني اللهم صل على النبي، أرباحه خيالية تمام. هذا حيفيدك وبنفس الوقت حيدخل لك بيكسل على المتجر مستهدف بنسبة 100%، فما في داعي تسوي ادز واعلانات وتعذب حالك اذا ما كان عندك خبرة او اطلاع في المجال. فمجرد نصيحة من باب الرأي. شكرا. بس I've been working in marketing for like 7-8 years. Okay. Usually بحب اسال اسئلة يعني ممكن الناس تفتكرها ساذجة، بس عشان I believe ان اي معلومة صغيرة ممكن تتعلم حاجة. That would be great if you could send me the link. I do influencer marketing. I believe influencer marketing is one of the leading approaches for reach. Initially convergent, but I would say ما تقدرش تشيل أو تنجلكت ads 100%, especially في أمريكا. طبعا ما أعرفش على دول تانية وما أقدرش أقول كلام مش مظبوط على حاجة زي كده. But it would be مظبوط. Great if you could connect me with that person. Thank you. ويلكم. كمان بدي اقول لك شغله، انه يعني مو مشكله اذا واحد سال، فما غلط بنوب السؤال، بالعكس ما حدا اجى مننا بيعرف كل شيء. السؤال بالعكس بيقوي الذاكره، بيقوي الشخصيه، بيقوي المعلومات، فهالشيء كله بيفيد في الترسخ المعلومات بالذاكره. وشكرا، مجرد نصيحه. لا اكيد طبعا، شكرا. عفوا. تمام. طيب خلاص، خلينا ندخل في الجزء بتاع طريقه الايادز نفسها او الماركتنج. خلينا نقول لو انت هتشتغل كماركتنج ل البروجكت بتاعك افريت او شغلك على منصات مختلفه. طبعا خلاص عرفنا المنصات ايه، بس خليني ااكد على حته ان انت لازم تستراتيجي الشغل بتاعك. انت شغال افليت والبرودكت مش انت الاونر بتاع البرودكت والكلام ده كله، لكن لازم تستراتيجي الشغل بتاعك، يعني لازم تبقى عارف هتجيب البرودكت منين وتبيع فين وتوديه ازاي، تبني بلان 1 بلان بي
كل القصص الجميلة بتاعت الماركتينج دي. طيب خلينا كده نتكلم ان الجزء بتاع الماركتينج از افيليت انت عندك تو ويز، تمام؟ ذا فيرست واي، انت الجزء الاول ممكن تشتغله بيد، تمام؟ ان انت تشتغل بيد، بيد بقى بكل ما تحمله الكلمة، يعني انت ممكن تشتغل انفلونسر، ممكن تشتغل ايدز، ممكن تشتغل بانرز، رولابس، الكلام ده كله على حسب انت الاستراتيجي اللي هتبنيها. هتشتغل ادز ازاي بالظبط؟ يعني انت ممكن تشتغل من الطرق اللي ممكن تشتغل بيها ادز، انت ممكن تشتغل ادز على الويب سايت بتاعك، يعني لو انت عامل بلوج او عامل ويب سايت عشان تبيع من عليه، فانت لازم تشتغل عليه بيد، تمام؟ لازم تشتغل بقى جوجل ادز، لازم تشتغل على الاجزاء بتاعت يوتيوب، طبعا على حسب البرودكت بتاعك. بس الافضل طبعا في جزء الاد على جوجل، لو انت شغال على الـ 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 على الويب سايت بتاعك، لازم افضل حاجه جوجل سيرش. جوجل سيرش نتائجه بالنسبه للافريت كويسه جدا، الكوست بالريزلت بيكون او الكونفرجن بيكون قليل شويه، طبعا مع ان انت تكون متاكد من التارجت بتاعك بشكل كبير. لازم تكون طبعا متاكد ان التارجت ده مظبوط، الدنيا بتاعتك مظبوطه. حاجه مهمه جدا برضو، لازم تكون متاكد من شغل الاي سي او على الويب سايت. يعني ما ينفعش انا اكون شغال اي كوميرس وعندي ويب سايت وكاي سي او ضايعه، تمام؟ ما ينفعش، لازم تكون الدنيا بتاعتك كاي سي او شغاله كويس جدا، تكون كاي سي او مظبط الويب سايت، الدنيا بالنسبه لك ستيل مظبوطه، وده هتدعمه طبعا بالجزء بتاع البيد، ان انت هتشتغل ادز على جوجل. طيب جزء تاني من الحاجات اللي بتعمل كونفرجن كويس هي السوشيال ميديا، يعني انت كسوشيال ميديا سواء بقى تويتر، فيسبوك، انستجرام، على حسب طبعا البرودكت اللي انت شغال عليه والماركت اللي انت شغال عليه. شغال كوزماتيكس مثلا في ان ايجيبت، فانت لازم تظبط الدنيا بتاعت انستجرام. لو انت شغال في 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 السعوديه مثلا او الجولف اريا، انت خلاص بتظبط الجزء بتاع سناب شات وتيك توك في الفتره دي، وطبعا تويتر، وطبعا ده على حسب بيزد على نوعيه البرودكت اللي انت هتشتغلها. طب لو انت مثلا شغال مثلا في 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 برودكتس مثلا مختلفه ملهاش علاقه بالاكسسوارز والكوزماتكس والكلام ده كله، حاجه مثلا او برودكتس هي غاليه شويه ليها علاقه بالبيزنس، فانت بتشتغل على لينكد ان، ايميل ماركتنج، فانت لازم بتتشوز التشانل اللي انت هتشتغل عليه از السوشيال ميديا بشكل محدد. طيب حاجه كمان، ده ممكن تشتغل على السجست نفسه، ان انت تعمل فيديوز وتشتغل عليها ادز، تمام؟ وتسجست البرودكت نفسها زي بالظبط كده ما بنقول ان انت تشتغل على فيديوز وتعرض البرودكت بتاعك، والبرودكت ده تبتدي ان انت تعمل عليه ادز، تمام؟ طيب جزء بعد كده ممكن تشتغله تاني، الجزء بتاع الريفيوز، تمام؟ ان انت تعمل ريفيوز عن البرودكتس ده بي 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 وتعمل عليه ادز، وتقول والله يا جماعه انا برشح البروجكت ده او برشح البرودكت ده علشان كويس جدا، وي وي وي، وتقول البنفيتس طبعا بتاعه البرودكت، وبيزد على ده تبتدي تشتغل وتعمل الماركتنج بتاعك. طيب بعد كده ممكن تشتغل ايه تاني؟ ممكن تشتغل على الويب سايتس المختلفه، ممكن تجيب تديل مثلا مع ويب سايت مختلفه، وتبتدي ان انت تظبط ان انت يبيعوا البرودكت ده وتديهم جزء من ال البرودكت، جزء من الكوميشن بتاعك طبعا بتظبطها ما بينهم، سواء اللينك هيكون عندهم بكونفرجن الويب من الويب سايت بتاعك، تظبط طبعا انت هل هم يخش على الويب سايت بتاعك ومن، وهل الكلاينت هيستحمل ده ان هو يخش من الويب سايت ده للويب سايت ده وبعد كده يكونفرجن يروح يشتري ولا ايه بالظبط؟ هل هيشتغلوا لك ان انت تعمل اصلا، ممكن تعمل اكتر من مدونه وتبتدي تشتغل من عليها وما الى ذلك، تمام؟ طيب
بعد كده طبعا الجزء بتاع الايميل ماركتنج مهم جدا جدا، ولازما في ناس كتير حتى في مصر الدنيا بالنسبه للايميل ماركتنج مش احسن حاجه، مش كشغل لا انا قصدي كنوليدج بالنسبه للناس. فانت لازما وانت شغال ايميل ماركتنج تفكر هل البرودكت ده اصلا شغال كايميل ماركتنج ولا مش شغال كايميل ماركتنج كويس. طيب دي الاجزاء اللي انت ممكن تشتغل عليها ك لو انت بتشتغل افليت ومحتاج تظبط الجزء بتاع الماركتنج بتاعك. طيب دي كده اجزاء كلها انت ممكن تشتغلها كحاجات مدفوعه. طبعا احنا قلنا الاعلانات وقلنا الايميل ماركتنج والويب سايت والريفيوز والكلام ده كله. الطريقه بتاعت الماركتنج بقى نفسها فيها اخطاء، او العمليه اصلا بتاعت الماركتنج للافيليت ساعات بيبقى فيه اخطاء، خصوصا لو حد لسه هيستارت. فقبل ما نخش في الموضوع الميستيكس اللي بتحصل في الافيليت، في اي كويشنز في او اي اكزامبل من حد محتاج يقوله او سجست الحاجه نتناقش فيها قبل ما نخش في موضوع الميستيكس اللي بيحصل في الافيليت؟ في مساء الخير الاول، انا اسف. ايه مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. في معلومة مش عارف هي صحيحة ولا لا، ان الامازون تحديدا امازون وسوق بالنسبة للجزء الخاص بتاع الابليت بيبقى عبارة عن الكول تو اكشن بس اللي بيتم عن طريق سواء الاعلان اللي انت عامله على اي بلاتفورم او سواء على الويب سايت معمول له كونفرجن او اي حاجة، ودورك كأفلييت بينتهي لحد النقطة دي أو الموقع بيبعت لك الكوميشن على الكول تو أكشن ده. بقية العملية هو الموقع بيكملها، عنده فريق دعم مختص بيه بياخد بيانات العميل لو صح. بس هنا في نقطة، تعالى كده نفكر، يعني هنا في نقطة، تعالى كده نفكر إيه اللي هيحصل في الحالة دي. في الحالة دي تخيل أنت عامل الويب سايت مثلا بتاعك او الكونتنت بتاعك، وبيزد على ده الناس دخلت وحصل كونفرجن، انت بتاخد كوميشن على الكونفرجن اللي بيتم منه بيع. وهنا زي ما اتكلمنا في الاول بنقول السي بي اي، او بتاخد الكونفرجن بتاعك او الكوميشن بتاعك على السي بي اي. يعني انا دلوقتي دخل عندي مثلا من خلالي انا 100 زياره، تمام، 100 واحد دخل من على الويب سايت عندي او من الجزء اللي انا حاطط فيه اللينك بتاعي على الصفحه بتاعه اللاندنج بيج او الصفحه اللي هيشتري منها، تمام. في من ال 100 اللي دخلوا دول، تمام، سبعه بس هم اللي اشتروا، او لو انا سبعه بس هم اللي عملوا داونلود للابلكيشن اللي انا بكونفرجن عليه، او هم دول اللي تموا العمليه بالظبط. انت كده بتاخد الكوميشن على ال 7%، بتاخد الكوميشن بتاعك على 7%، تمام. هو انت حصل كونفرجن من 100، اوكي تمام، ومالكش دعوه ببقيه العمليه، بس ال 100 ما قفلوش الديل، ال 100 ما عملوش داونلود، ال 100 اه عمل كونفرجن، بس انت بتاخد النسبه بتاعتك على الناس اللي اكشلي خدت سي بي اي، عملت الكول تو اكشن نفسها، نفذتها، تمام. مش الكول تو اكشن بتاعتك، الكول تو اكشن الثانيه مش الاولانيه، اللي هو خلاص هو دخل وحصل كونفرجن لكنه ما عملش داونلود للابلكيشن، ما عملش عمليه بيع، ما عملش عمليه شراء على الويب سايت نفسه. وصلت لك الفكره كده؟ تمام. انا بس بتكلم وصلت لي. انا بس السؤال جه من اسئله الزملاء اللي كانوا بيتكلموا في نقطه الشحن، وحضرتك اتكلمت وقسمت بين اللوكال والكانتري للكانتري تانية، وقد ايه بيبقى طبعا بعد الكورونا في صعوبة بالنسبة للدولة. يعني انما في مصر هنا مثلا حتى احنا هيتقسم نشق، ان احنا كشباب ممكن لو في مشكلة في الشحن الشاب يتحرك يروح في اي حتة، حتى لو في القاهرة يروح الصعيد،
انما الكلام ده بالنسبه للبنت هيكون في صعوبه، فلازم يكون ليها شحن او هتوكل حد تاني من دايرتها الشباب يوصل لها الحاجه. طيب احنا كمبتدئين ضروري جدا ان انا اكون تركيزي على ان اكون مسوق كويس للمنتج ده، بحيث بدل ما اتكلم ان 100 خدوا اكشن بالكونفرجن وسبعه بس خدوا اكشن بالشراء، لا انا عايز اطور من نفسي في جزئيه ان السبعه دي اذا اعلى انا من النسبه دي يبقى مثلا 15% 30%. عشان كده عشان كده بنقولها affiliate marketing، يعني فاهم؟ مش بنقولها affiliate بس او marketing بس، لان الاثنين related بعض. لو انت اشتغلت affiliate مش اشتغلتش marketing فانت مش هتشتغل، لو اشتغلت marketing مش اشتغلت affiliate يبقى انت مالكش دعوه بالaffiliate. نربطهم ببعض ازاي بقى؟ معلش لا مش قصدي، انا قصدي ان انت ككلمه اصلا احنا بنقولها affiliate marketing، تمام؟ فهي related ببعضها. ايوه اكيد، وانا اقصد بالجزئيه يعني الزملاء كانوا بيسالوا في حته الشحن، ان انا مثلا في مواقع انا برضو بكمل مع من السبعه اللي حضرتك كنت بتدي عليهم مثال، انا هتواصل مع السبعه دول، طيب الشحن وصل لك؟ طيب امتى؟ طب اتعطل ليه؟ يرد علي لا ده المنتج وصلني بس مش هو اللي شفته في الصوره. مشاكل كتير انا لو انشغلت بيها، ما انا هفضل في طول حياتي ورا السبعه دول مش هعرف اعمل ماركتنج لمنتج تاني. تمام بالظبط صح. فعايزين يعني نصيحتك او الجزئيه اللي فيها ان احنا نبتدي مثلا مع مواقع بتشيل من علينا كل العبء ده، مثلا لو سبعه خلاص هم بقى مع نفسهم عندهم فريق دعم وعندهم كول سنتر وعندهم وعندهم وعندهم، انا مهمتي انتهت، حتى اصلا اللي اشترى ده ما يعرفنيش. فانت اشتغل كده مع الويب سايتس الاي كوميرس زي سوق وجوميا وامازون كده، تمام؟ تمام. طيب يبقى كده عايزين تقسيمه بقى، ان هي المواقع اللي بشغل اي كوميرس ده يبقى ده نظام شغلها، وان هي المواقع التانية اللي انا هاخد كون شريك معاها في هبعت لكم فايل في الويب سايتس اللي بتشتغل اي كوميرس بالان ديتيلز بتاعتها. تمام اوكي تمام كده كده، يعني بعد كل ميت اب بنظبط كده، لو في حاجه محتاجينها بتظبط في فايل وتبعت لكم، بحيث ان انتوا تبقى الدنيا بالنسبه لكم معاكم في اي وقت تكونفرجن عليها، يعني تطلع عليها براحتك، تريد منها براحتك كده. تمام اوكي. بالنسبه للبرودكت مثلا، لو انا هشتغل مثلا هجيب من سوق منتجات مثلا منزليه، تمام، منتجات مطبخ يعني تحديدا، مثلا هبتدي اسوق مثلا على الفيسبوك اذا انا ما عنديش صفحه، ما عنديش اي حاجه، احط على صفحه على صفحتي الشخصيه برضو؟ بص هقول لك حاجه، انت قبل ما تبتدي تعمل الكلام ده كله بتسيت اب البلان، بتبتدي تظبط انت انا دلوقتي هجيبها، طب انا هشتغل هبيع فين، فبتبتدي تظبط تشوف الحاجات دي بتتباع فين، وتبتدي تشتغل على البوينت دي ان انت تاخد الحاجات دي وتشوف هتبيعها فين وتبتدي تبيعها، فاهمني؟ فانت بتظبط الجزء ده، انت بتبلان الشغل بتاعك قبل ما تبتدي. دلوقتي هشتغل حاجات منزليه، طب الحاجات المنزليه دي يعني ان ايجيبت بتتباع فين، ك ك ك او اقدر ماركت لها فين، تمام؟ التارجت اودينس مين، فين، فاهم؟ فانت لازم بتظبط الكلام ده كله يعني. تمام اوكي اوكي تمام. مش أشكرك على الإجابة. عفوا. تعالوا بقى نشوف الآخر بوينت معانا هنا، بنتكلم في الميستيكس المفروض بتحصل أو اللي شفتها مع ناس كتير بتحصل في بداية الشغل في الأفليت أو شغلهم في الأفليت ماركتينج. أولاً كده أنت من الأخطاء اللي الناس بتشتغل عليها إن بيشتغلوا ما عندهاش بودجت. يعني ايه بتشتغل ما عندهاش بودجت؟ يعني بتشتغل انا بيكونكت بي ويظبط شغله وكل حاجه بس معهوش بودجت يبتدي تشتغل بيها. طب انت هتحتاج البودجت دي في ايه؟ مبدئيا لازم أن يكون معاك سيف اوف ماني، يكون معاك فلوس عشان حصل اي دروب تقدر ان انت تشتغل بيه. فور اكزامبل مثلا موضوع الشحن حصل فيه مشكله، تمام؟ فتقدر يكون معاك سيوله تظبط موضوع الشحن ده قبل ما تحصل مشكله او الدنيا تتفاقم، لو انت شغال مع شركه ما بتشحنش. لازم يكون معاك فلوس علشان لو انت هتشتغل الاستراتيجي بتاعتك ان انت هتشتغل بيد او هتشتغل اعلانات، وموضوع الاعلانات هياخد
منك وقت وفلوس. لو انت هتشتغل على اجزاء مثلا معينه هتحتاج فيها فلوس، زي مثلا ان انت تبيلد ويب سايت، زي ان انت مثلا تجيب حد تشتغل معاك يكتب لك كونتنت عشان تشتغل بطريقه الكونتنت على الويب سايت. فانت لازم لما تكون شغال تكون عامل حسابك انت معاك بودجت، والبودجت دي بتبقى عارف انت شايلها لايه وحاططها لايه او هتشتغل بيها على انهي اساس. تمام، لازم تكون معاك جزء من البودجت، لازم تكون عامل حسابك في بودجت. تمام، لازم تكون فاهم ان البودجت دي هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت توصل للكلاينت بتاعك. لازم تكون عارف ان انت هتجيب منها عائد، يعني تبقى انت انا معايا 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دي هشتغل بيها بطريقه معينه، هحطها هانفست فيها في برودكت معين عشان تعود عليك. فانت لازم يكون معاك بودجت حقيقي تبدا تشتغل عليه. تمام، المجال بيحتاج منك تفكر فيه كانه هو استثمار، مش كانه هو حاجه بتشتغلها وتجيب لك فلوس وخلاص وتبي تسكيل نفس الموضوع تاني. لا، انت لازم تفكر في المجال كانه كاستثمار، انت بتستثمر في مبلغ معين، فانت بتحطه في البروجكت بتاع الافريت وبتيجي تشتغل عليه. تمام، تاني حاجه ان الناس لما بتيجي تشتغل، معظم الناس ما بتبلدش ويب سايت او بتجيب مثلا دومين واقع او دومين ملوش اسم او دومين ملوش علاقه بالبرودكت اللي هي بتشتغل عليه. ما ينفعش ان انت لو انت هتجيب دومين عشان تبتدي تبيلد ويب سايت عشان تبيع عليه افليت، يبقى الدومين رخيص واي دومين وخلاص، وانا كده كده هبيع من عليه وهعمل من عليه ادز. لا، ملوش، ما ينفعش، غلط يعني. فانت لازم تكون ان انت معاك دومين كويس تقدر تشتغل بيه، تقدر تحقق بيه وصول للكلاينت بتاعك، تقدر تشتغل عليه اي سي او كويس، تقدر تشتغل عليه بيت كويس، الكلام ده كله. فانت لازم تفكر جدا في موضوع الدومين اللي انت هتشتغل عليه او الاستضافه اللي انت هتشتغل عليها. تمام، بعد كده في حاجه كمان، ان الناس بتختار البرودكت اللي ليه كوميشن عالي. يعني زي ما قلنا مثلا في برودكت مثلا هتاخد عليه كوميشن $5، وبرودكت تاني بالنسبه لك سهل تقدر تشتغله بس هتاخد منه $1. لا، انت لا، ما تفكرش في الموضوع بالطريقه دي، انت فكر في اللي انت هتقدر تشتغله. ما تشتغلش على $5 كبرودكت وفي الاخر تلاقي نفسك مش بتحقق حاجه، بتلاقي نفسك مش بتحقق نتيجه، ما بتبيعش. تمام، فبتدي تقول لا، الموضوع فاشل، انا مش هقدر اشتغل عليه، لان انت اختيارك اصلا للبرودكت بصيت للكونفرجن او بصيت للكي بي ايز بتاعتك حطيتها غلط. الار او اي بتاعك حطيته عالي جدا في حين ان انت مش هتقدر تحقق الار او اي ده. تمام، او مش هتقدر تحقق يعني العوائد دي لما انت تقدر تشتغل، لانك مش هتقدر تشتغل على على البرودكت ده. دي حاجه تانيه، ما تفضلش كل شويه تشتغل على جزء ترافيك مختلف. يعني انا مثلا دلوقتي هبيع البرودكت بتاعي، ما ينفعش ان انا احطه اسبوع مثلا على ويب سايت وبعد كده اقول لا ما جابش مبيعات، اروح شايله واروح حاطه على فيسبوك، واروح لا ما جابش مبيعات اشيله واروح حاطه مثلا في تويتر، وابتدي ان انا افضل انقل بقى في الترافيك بتاعي من حته لحته لحد ما الاقي نفسي بحط الترافيك بتاعي او بظبط الترافيك بتاعي في كل حته اسبوع، وفي الاخر ما الاقيش عملاء بتجي. لا، انت لازم تظبط الترافيك بتاعك، تكون عارف التارجت اودينس بتاعك فين، وتظبط على اساسه ان انت هتعمل ترافيك من هنا او تعمل كونفرجن من هنا، الناس هتخش تشتري من هنا. تمام، وتفضل صابر مستني وتشتغل وتطور في الشغل لحد ما المكان اللي انت اخترت منه تعمل كونفرجن او ترافيك سواء سوشيال ميديا او ويب سايت او ايا كان، لا يكون بيجيب نتيجه والناس خلاص تبقى عارفه المكان ده وتاخد تراست كويسه. تمام، لازم بعد كده ترجع البرودكت اللي انت بتشتغل عليه. ما ينفعش لو انت شغال مع جوميا سوق الكلام ده كله مثلا وتشتغل على برودكت اصلا مش موجود، او برودكت اصلا الستوك بتاعه خلص. تمام، وتيجي يحصل كونفرجن وفي الاخر تلاقي الستوك مش موجود اصلا، البرودكت اصلا مش متاح. طب ما انت كده اشتغلت على الفاضي وضيعت الدنيا كلها على الفاضي، وهتلاقي نفسك اشتغلت وتعبت وحصل كونفرجن وكل حاجه بس البرودكت اصلا مش موجود. فانت لازم تكون
بتراجع كويس جدا جدا البرودكتس اللي انت بتشتغل عليها. طيب بعد كده اهم حاجه بقى الجزء بتاع ان في ناس بتشتغل فتره شهر او شهرين بعد كده تقول لك لا انا الموضوع مش جايب همه وما تشتغلش وتوقف شغل. لا، انت الوضع مش بيمشي بالطريقه دي. انت لازم تكون عندك صبر شويه، لازم تكون عامل استراتيجي كويسه، لازم تفضل تحاول مره واتنين لحد ما الدنيا تظبط معاك. الشغل الافليت مش هيجيب معاك من اول ما تنزل البرودكت تبيع تكسب الكلام ده، لا انت محتاج شغل، محتاج تظبط، تبني استراتيجي، تعمل بلان، تستنى على الكونفرجن بتاعك، تفهم التارجت اودينس، تشوف الكومباتيتف بيعملوا ايه، الكلام ده كله تمام. دي حاجه. حاجه تانيه او حاجه اخيره، لازم تطبق وتجرب كل حاجه مره واتنين وتلاته. ما ينفعش انت تفضل انت فاهم الدنيا ومن غير ما تطبق ومن غير ما تبتدي تشتغل. فانت مع التطبيق والوقت والشغل الدنيا بالنسبه لك هتفهمها، هتعرف التفاصيل ايه، الكلام ده كله تمام. لازم تكون عندك من الاخطاء برضو اللي الناس بتقع فيها، ان هي بتشتغل على برودكت هي ما تعرفش عنه حاجه، ما تعرفش ايه الان ديتيلز بتاعت البرودكت، تقدر تخش للكلاينت منين، الناس انترستد بأني حته في البرودكت ده، البوزيتيف بوينت والنيجاتيف بوينت بتاعت البرودكت اللي بيشتغلوا عليه. دي تقريبا كانت كل حاجه كنت يعني اهم او اهم الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم معاكم فيها في الميت اب بتاع النهارده. يعني اي ثينك تقريبا دي كل حاجه. لو حد عنده اي سؤال It's okay. طب انا كنت عايزه اسال، هو احنا يعني في السوق المصري وكده الافضل ان انا لما اجي اعمل الهدف بتاعي من الكامبين انه اعملها مسج ولا تحويل لويب سايت او كده؟ لانه يعني ما اعتقدش ان اغلب الناس هنا عندنا خصوصا ان هي ممكن ان هي تدفع او ان هي تطلب من خلال ويب سايت وان هي تدفع، يعني الثقافة عندنا هنا شوية في الموضوع ده، خصوصا مش مثلا المواقع زي المشهورة زي سوق وجوميا والحاجات اللي كل الناس عارفاها دي. ف يعني انا لما باجي اعمل الاعلانات بتاعتي بخليها دايما الهدف هنا في مصر انه تكون من خلال الرسائل، وفي نفس الوقت مش هي برضو النتيجة يعني مش هي النتيجة الكبيرة برضو الواو ولا كده. فالأفضل إيه يعني خصوصا في الأفلييت؟ بس هي الفكرة مش في الأفضل قد ما الفكرة في مين التارجت اودينس. هل هم عندهم النو هاو بتاع البي أصلا من على ويب سايت ولا لأ؟ هل هم عندهم تراست في موضوع الأونلاين ولا لأ؟ هل هم اشتروا أصلا قبل كده ولا لأ؟ فأنا لازم اكون فاهم جدا جدا الناس اللي انا بشتغل معاها او التارجت اودينس اللي انا بستهدفها تمام. مش كل الاندستري بيكون فيها نفس الكلاينت ما عندوش النوليدج بتاعت البي من على ويب سايت. لازم اكون انا فاهم التارجت اودينس كويس. هو فعليا مش ناس كتير في مصر او مش كل الاندستري في مصر او اغلبيتها كمان مش عندها النوليدج بتاعت البي من على ويب سايت، سواء كمان لو الويب سايت ده مش هم بالنسبه لهم يعني تراست 100%. بس اي ثينك ان في ناس كتيره خاصه بعد الكوفيد 19 ان هم بالنسبه لهم الدنيا لا تمام، ممكن يشتروا من على ويب سايت عادي. لكن الويب سايت لازم يكون، عشان كده بنتكلم في موضوع الدومين، لازم يكون الويب سايت اصلا مؤهل ان هو يدي تراست للكلاينت ان هو يخش يبي من عليه تمام. ف اما عن نوعيه الاعلانات على حسب الاندستري نفسها. في كل اندستري ليها الواي بتاعها، ليها الطريقه بتاعتها. لكن في مصر موضوع المسج افضل، يعني المسج في مصر افضل يعني. تمام اوكي تمام. في حد عنده اي questions تانيه او محتاج حاجه تانيه في نفس ال شيماء تقريبا ريد يور هاند تقريبا. شيماء هو انا عندي سؤال. اتفضل. نوها كانت بتساله، طيب انا دلوقتي لما يبقى عندي مثلا اي كوميرس او متجر شوبيفاي، ايه اللي يخليني اعمل كامبين رسائل في حين ان انا اعمل كونفرجن على الويب سايت؟ مش لازم البيمنت تكون عليه،
بس ان هو يبقى التحويلات عليه كمان عشان اقدر استهدف الداتا بتاعت الناس دي بعد كده. هي يعني بتمشي مثلا الناس اللي بتعمل مثلا كامبين رسائل او تفاعل مش عندهم سايت، او هي صفحة بيع اونلاين بس من خلال الشخص نفسه، لكن لو انا عندي اي كوميرس ليه ما اعملش الكامبين كونفرجن؟ انا ممكن اعملها كونفرجن، لكن لو هتستحق البادجت اللي هتتحط هيجي لي منها. يعني مثلا لو انا بشتري مثلا بيرفيوم مثلا، انا ممكن اعمل ادز ما تقدرش تغطي البرودكت اللي انا بشتغل عليه. تمام، لو انا بشتغل على حاجه اغلى شويه، تمام، زي مثلا لابتوب مثلا، لا انا بالنسبه لي ممكن اشتغل كونفرجن، هيجيب الكي بي ايز بتاعتي مظبوطه، هقدر ان انا اعمل ار او اي واعمل عائد على البيزنس اللي انا بشتغله او الافيليت بتاعي. تمام، فخلينا ما نربطهاش بانهي افضل، او اشتغل ده ولا ده. هي مش بتتقاس بالويز دي، هي بتتقاس بالاندستري والبرودكت نفسها، والكلاينت نفسه هيبقى عنده تراست ان هو يدخل من هنا ولا من هنا. تمام، فهي استراتيجيز. تمام، يعني ممكن حضرتك مثلا كشيماء تشتغل الكونفرجن، ممكن انها تشتغل مسج. تمام، وانت دي شغاله صح وهي شغاله صح، وانت شغاله احسن حاجه وهي شغاله احسن حاجه. تمام، فما لهاش كومبير مع بعضها ان احنا كلنا لازم نشتغل كده او كده، يعني على حسب المجال اللي انا بشتغل فيه، ولازم انا اكون فاهم هي الناس بتشتغل اللي معايا في نفس الاندستري شغالين ازاي. تمام، فانت ممكن تشتغلي بنفس الطريقه اللي انت اللي بتتكلمي فيها، ما يعني يعني مش هفهاش مشكله يعني. تمام، شكرا جدا. عفوا، في حد تاني عنده أي سؤال يا جماعة؟ طيب، تقريبا كده احنا النهاردة الدنيا تمام. الناس اللي كانت حاضرة قبل القات اللي حصل الغريب ده، سوري على اللي حصل النهاردة، بس هو هشوف أنا بقى الدنيا دي مشيت ازاي، أو السبب كان إيه، ونتجنب ده فيما بعد. يعني أتمنى إن الدنيا بالنسبة لكم تكون النهاردة تمام، استفدتوا يعني، وإن شاء الله الجمعة الجاية يكون في ميت أب تاني زي كل جمعة، ونقدر نشتغل على حاجة على توبيك مختلفة إن شاء الله. تمام كده، حد عنده أي حاجة تاني قبل ما نقفل؟ مشكور أستاذ محمود، سلم دياتك على الشرح، والله يعطيك ألف عافية يا رب، شكرا جزيلا. وأنا مش سامعك يا سليم. عم بقول لك مشكور أستاذ محمود على الشرح، يسلم دياتك يا رب، معلومات قيمة جدا. الله يخليك، والله تسلم، ربنا يخليك. الله يسلمك يا رب. ربنا يخليك. تمام يا جماعة، تصبحوا على خير، وإن شاء الله نتقابل الجمعة الجاية. وأنت من أهله يا رب، تلاقي الخير. يا رب.